أنا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة المساء للأخبار. الميزان التجاري الغذائي في تونس يسجل فائضا بحوالي 1530 مليون دينار موفى سبتمبر الماضي. توقيع اتفاقية لإحداث اختصاصات في الاقتصاد الأخضر في قطاع التكوين المهني. وفي الشأن الدولي عشرات الشهداء في الغارات المتواصلة على لبنان ومجازر صهيونية جديدة في قطاع غزة. إلى التفاصيل. وقعت اليوم كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة التونسية للتكوين المهني ومنظمة سويس كونتاكت في تونس اتفاقية لبعث اختصاصات في الاقتصاد الأخضر. وبين مدير عام وكالة التحكم في الطاقة فتحي الحنشي في تصريح للأخبار أن الاتفاقية تأتي في إطار خطة تونس في مجال الانتقال الطاقي والتخفيض من انبعاثات الكربون، كما تهدف إلى إحداث اختصاصات في المجال في السنوات القادمة. وقعنا اتفاقية مع سويس كونتاكت، هو هيكل تابع للتعاون السويسري، والهدف منها هو تطوير تكوين في المهن المتعلقة بالانتقال الطاقي. واليوم تم إطلاق أحد هذه الدورات التكوينية واللي تحكي على تخفيض بصمة الكربون المؤسسات. بطبيعة الحال فما عديد المهن الأخرى اللي تكون الهدف من الاتفاقية، فما تعاون باش يكون ما بين الوكالة وسويس كونتاكت باش يكون فما مهن جديدة، يكون فما إمكانية زاد لتغيير مسار مهني من خلال التكوين في الميادين هذه المتعلقة بالانتقال الطاقي والتنمية منخفضة الكربون. وإحنا التعاون نتاعنا من قبل لما جات الاتفاقية هذه باش تأثر التعاون هذايا، بدينا في مرحلة أولى مع بعضنا بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووضع تكوين خصوصي حول المجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، والمركز الدندان هالديكربوناسيون جايين مواضيع أخرى كما التنقل الكهربائي. وتم توقيع الاتفاقية على هامش انطلاق دورة تكوينية حول التكوين الإشهادي التخصصي في مجال محاسبة الكربون بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بالدندن من ولاية منوبة، وفق مدير منظمة سويس كونتاكت حمد زرمديني. اليوم في إطار البرنامج هذا أعطينا إشارة بحضور السيد وزير التكوين المهني والتشغيل والممول وعدة أطراف فعلة من إدارة والقطاع الخاص، إشارة انطلاق دورة تكوينية في مجال لومبرانت كربون اللي هي بصمة الكربون وما تطلبه من كفاءات لدى المؤسسات الاقتصادية للوقوف على إفرازات الكربون على مستوى حلقات الإنتاج، وباش تكون مواكبة لمتطلبات التصدير والسوق العالمية اللي تفرض شروط وقيود للتحكم في الإفرازات الكربون للولوج إلى الأسواق الخارجية، وهذا بداية من جانفي 2026 إن شاء الله. الهدف من الدورة التكوينية هو إعداد يد عاملة مختصة للمؤسسات. نفى المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب ملك العياري ما صدر عن وزارة التربية من معطيات فيما يتعلق بسد الشغورات بالمؤسسات التربوية. احنا مطلبنا هو انتظار تنزيل الاحكام التركيبيه وفق مجلس وزاري يشرف عليه السيد الرئيس. بالنسبه لنا احنا مساله تنزيل الاوامر التركيبيه طالت، ثم حاله الحقيقه غضب من الاسد النواب اليوم تقريبا شهر من غير عقود. احنا اللي سمعناه على الاقل من وزاره التربيه في اطار تحركاتنا انه الدفعات باش تكون ما بين 5 و6 باش تتجاوز ال 2000. اليوم وقت اللي نشوفوا احنا شغورات بالالاف وتلامذه الى حدود اللحظه ما يقراوش. بالنسبه لنا احنا التصريح هذايا بخصوص تسويه 174 زملاء اللي تجاوزوا 50 واللي مطلبهم ما يبقى الشرعي هو ضمن المطالب نتاعنا، فاحنا هذايا مرفوض. نحن نستنوا في تنزيل الاحكام الترتيبيه التصريح هذايا باش يدفع الزملاء انهم يتحركوا. الزملاء هدوا انه قاطعوا التدريس ونحن ما كناش في حاجه الجانب هذايا، ولكن يهمنا اساسا ندافع على مطالبنا في اطار القانون وفي اطار ما وعدت به وزاره التربيه. وكانت وزارة التربية أكدت للأخبار سد شغورات بالمؤسسات التربوية بنسبة 99%، وأضافت أنها تعمل حاليا على قاعدة البيانات المتعلقة بالأساتذة النواب لانتداب عدد ممن تجاوزوا سن 50 لحل إشكال الشغورات المتبقية في القريب العاجل. سجل الميزان التجاري الغذائي إلى موفى شهر سبتمبر الماضي فائضاً ب 1529.7 مليون دينار وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات وفق المصدر ذاته 130.4% نهاية الشهر المنقضي،
مقابل نسبة تغطية في حدود 86.7% موفى سبتمبر 2023. ويفسر هذا الفائض أساسا بارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب وواردات السكر. وساهم الفائض المسجل في الميزان التجاري الغذائي في التقليص من عجز الميزان التجاري ككل لتونس بنسبة 11.3%. وشكلت الصادرات الغذائية تبعا لذلك 14.1% من إجمالي مبيعات تونس، في حين تراجعت الواردات الغذائية لتمثل 8.4% فقط من مجمل مقتنيات البلاد من الخارج. تشرع بورصة الأوراق المالية بتونس بداية من يوم الأربعاء القادم في استخدام منصة إلكترونية لإيداع ملفات تسجيل التداولات في البورصة. هذه المنصة تستجيب إلى مواصفات أمان عالية، وهي مخصصة للوسطاء في البورصة لتسهيل عملية إيداع ملفات طلبات التسجيل وتحسين أجال دراسة الملفات وتقليص عمليات التنقل، وفق الملحق الصحفي ببورصة تونس لطفي الخزامي. إن شاء الله سيتم المشروع الفعلي في العمل بهذه المنظومة بداية من 16 أكتوبر من هذه السنة. بطبيعة الحال هذه المنظومة هي عالية الأمان والشفافية وموجهة للوسطاء بالبورصة لتسهيل عملية تسجيل إحالة أسهم الشركات خفية الأسهم. بطبيعة الحال ما هيش الشركات ذات مساهمة عامة، هي شركات خفية الأسهم، هو يمكنهم بطبيعة الحال من قيام بكل الإجراءات عبر هذه المنصة. مش يكلفهم هدايا، مش ينقص عليهم، خاصة عناء التنقل إلى بورصة الأوراق المالية بتونس والملفات بالأوراق إكسيتيرا. إن شاء الله في نهاية هذا المنهج الكامل الوثيق بالبورس تحصل على شهادة التسجيل إلكترونية، في هذا الحال يعطيها للمواطن ولا الشركة صاحبة الملف. وللإشارة أن هذا التوجه بإرسال الوثائق والمبادلات والتشاور كله يصير في هذه المنصة مع توفر كل الضمانات المتعلقة بالحماية والأمان سيكوريتي وترانسبارانس. ارتفع عجز الميزان التقي لتونس مع موفى أوت الماضي بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حسب نشرية صادرة عن المرصد الوطني للطاقة. الخبير في الطاقة محمد غازي بن جميع أرجع تفاقم العجز التقي في السنوات الأخيرة إلى التراجع الكبير لإنتاج النفط والغاز وانخفاض الأتاو على الغاز الجزائري، مؤكدا أن استغلال الطاقات البديلة هو الحل الأمثل لوضع حد لهذا العجز. آخر نشرية نتاع الوزارة تثبت وأنه عندنا تراجع كبير جدا في الإنتاج نتاع النفط والغاز، النفط 13% و 26% بالنسبة للغاز، وكذلك الأتاو على الغاز الجزائري انخفاض بنسبة 4%. هذا الكل أثر على الميزان التجاري الطاقي بالنسبة لتونس، خلانا ولينا تم تراجع كبير جدا فيما يخص الاستقلالية الطاقية 15%، والعجز الطاقي أصبح كبير جدا، الارتفاع مقارنة بنفس الفترة السنة الفارطة 28%، وهذا ارتفاع كبير وكبير جدا. الحلول يلزم نمشي للطاقات البديلة، لأنه الإشكال نتاعنا الكبير وأنه الإنتاج نتاعنا والاستكشاف قاعدين يتراجعوا في أكثر من 15 سنة، ثم تراجع كبير وكبير جدا في الاستكشاف والإنتاج، ولهذا حتما يلزمنا نمشي للطاقات البديلة خاصة الطاقة الشمسية ممكن يقع استغلالها من الشمال الجنوب. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في الشأن الفلسطيني، وفي اليوم 74 بعد 300 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال شن غاراتها الجوية والمدفعية مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. في الأثناء قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 62 شهيدا و220 مصابا خلال يوم واحد. هذا واستشهد 21 فلسطينيا من بينهم 3 أطفال، وأصيب العشرات في قصف جوي ومدفعي متواصل على شمال قطاع غزة ضمن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة لليوم العاشر على التوالي.
وفي سياق آخر متصل، قتل جندي إسرائيلي اليوم في جنوب قطاع غزة. وعلى الجبهة اللبنانية استشهد 28 شخصا وأصيب 19 آخرون في غارات إسرائيلية على منازل في جنوب وشرق لبنان، كما استشهد 18 شخصا في غارات استهدفت اليوم بلدة أيتو شمال لبنان حسب ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم عددا من المناطق في جنوب البلاد. من جهته أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لقوات إسرائيلية بعد ظهر اليوم شرق بلدة مركبة في جنوب لبنان بالصواريخ. على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حركة الملاحة توقفت في مطار بن غوريون بتل أبيب بعد أن جرت محاولات اعتراض لعدد من الصواريخ الباليستية التي أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل تزامنا مع دوي صفارات الإنذار في 194 مدينة وبلدة وسط وشمال الكيان الصهيوني، فيما هرع أكثر من 2 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ. بسبب تدهور الأوضاع في لبنان، حثت الخارجية الأمريكية بشدة مواطنيها على مغادرة لبنان فورا. تواصل القيادة اللبنانية اتصالاتها الدبلوماسية للضغط من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على لبنان. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه فرنسا وإسبانيا رفضهما دعوة رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو إلى سحب قوات اليونيفال من جنوب لبنان. التفاصيل في التقرير التالي كريمة المرواني. تحول رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم إلى عمان، حيث ناقش مع رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على لبنان وتداعياته الخطيرة على المنطقة. ومن جهته استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي يؤدي زيارة إلى لبنان لبحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة. هذه التحركات الدبلوماسية تأتي في وقت أكد فيه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الحاجة الملحة إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة لمنع اندلاع نزاع إقليمي أوسع تكون له انعكاسات على العالم بأسره. وأضاف المسؤول الأممي الذي عاد من زيارة إلى لبنان وسوريا أن التمييز بين المدنيين والعسكريين بات أمرا ليس له معنى، وندد بالهجمات التي طالت عمال الإغاثة وقوات اليونيفال في لبنان. تنديد تزامن مع إعلان فرنسا وإسبانيا اليوم رفضهما دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو أمس إلى سحب قوات اليونيفال من جنوب لبنان، مؤكدتين في المقابل ضرورة ضمان سلامة عناصرها. في الأثناء حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استجابة لطلب إسبانيا وإيرلندا تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل بسبب حربها على لبنان وغزة. دعوة جاءت في وقت عبر فيه منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن استيائه من الانقسام الحاد بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، ولا سيما فيما يتعلق بوقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة التي دعت إليها إسبانيا. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن المنطقة تعيش حالة من التأهب وقد تكون على حافة صراعات واسعة، وأكد أن إيران في وضع الاستعداد التام لأي سيناريو في ظل التهديدات الإسرائيلية باستهدافها. جاء ذلك خلال زيارة عراقجي اليوم سلطنة عمان، حيث ناقش مع نظيره العماني وممثل جماعة الحوثي اليمني الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان. زيارة تأتي في إطار جولة إقليمية يقوم بها وزير الخارجية الإيراني في المنطقة في وقت تستعد فيه إسرائيل لتوجيه ضربة إلى إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها مؤخرا. ونقلت هيئة البث العبرية عن مصدر إسرائيلي أن طهران أبلغت واشنطن عبر طرف ثالث أنه إذا شنت إسرائيل عليها هجوما محدودا فإنها لن ترد عليه. في غضون ذلك، أعلنت بريطانيا اليوم فرض عقوبات على كبار الشخصيات العسكرية الإيرانية بسبب الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.
إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. الميزان التجاري الغذائي في تونس يسجل فائضا بحوالي 1530 مليون دينار موفى سبتمبر الماضي. توقيع اتفاقية لإحداث اختصاصات في الاقتصاد الأخضر في قطاع التكوين المهني. وفي الشأن الدولي، عشرات الشهداء في الغارات المتواصلة على لبنان، ومجازر صهيونية جديدة في قطاع غزة. كانت هذه النشرة المسائية للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.